الأخت فاطمة تقول الموظفون يأكلون أثناء الدوام وكذا. شوفي بابا فاطمة، أنا قلت الكلام اللي قلته أنا، الموظف جاي الساعة 8، رجاء نسمعوا شباب، جاي الساعة 8، الساعة 9 تنسد الباب، يعني صار له ساعة جاي موظف، والموظفة ساعة واحدة، يعني مو أنه مشتغلين 7 ساعات وتعبانين، لا لا لا، ساعة واحدة فتحوا السوق وجابوا المدري ايش والشايات الى الساعه 9:30 10 الا ربع، والناس واقفين وين؟ خلف الباب. هذه جريمه، هذه السرقه. يقول سيدنا مو احنا جواعة، جوعكم على اي حال اكسروه بالاكل في البيت، ما عندكم وقت في البيت بالطريق، سوي لك لفه واكل، اما تجي تفرش سفره وهاي جايبه الزلاطه وهاي جايبه مدري شنو، هذا سرقه من حق الناس. وتقول الأخت سيدنا احنا ننهك وين تنهكون؟ وين تنهكون؟ وين؟ الله شاهد وجدي رسول الله، بعض الموظفين يجون بالتسعة ويطلعون بالثنعش. يقول يا أخي الدوام للثلاثة، يقول سيدنا ماكو أحد، كلهم طلعوا والمدير هم طلع. أي وظيفة هذه؟ أي أمانة هذه؟ أي عمل وإنهاك وعلى أي حال وبذل جهد؟ وين سرقة وخيانة وعلى أي حال وتنصل وتنازل عن المسؤولية، وبعدين يقول أنا والله مظلوم؟ وين مظلوم؟ الدوام للثلاثة، ليش ماكو أحد ساعة واحدة ونص؟ الدوام للثنتين، ليش ساعة 12 ماكو أحد؟ ليش؟ يا أخوان اتقوا الله، التعليقات هذه ما تغير شيء، هذه كلها تكتب يوم القيامة، وستحاسبون على كل تعليق من سب وشتم واتهام، راح تحاسبون. وما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد، هذه افهموها، مو كل شيء تكتب يعني أنت على حق، مو كل شيء تكتب أنت على حق، سوي لك لفة وأكل. أما أنه تسوي نفسك ملائكة وتسوي نفسك أنت المجاهد وأنت اللي متعب نفسك وأنت الموظف المنهك نفسك، وين إنهاك نفس؟ وين؟ ساعة 9 تجي وساعة 12 تطير، وكل نصها هم بالتليفون ويا فلان وعلان. خلونا على أي حال لا نكشف الأوراق أكثر. جيد،